تنفس من رئتيه الحداثة والجمال، وجسد فكره مرحلة العمارة العربية، خط بيديه عبقريته المعمارية ليستحضرها إلى عراقة وطنه. الراحل المهندس رفعت الجادرجي رائد العمارة في العراق، حملت أعماله رمزية خاصة لدى العراقيين قلبا وقالبا. قاعدة نصب الحرية، نصب الجندي المجهول الأول، المجمع العلمي العراقي وغيرها الكثير، كما أسهم في إثراء المكتبة المعمارية الفكرية باثني عشر مؤلفا. تقلد الجادرجي عددا من المناصب الرسمية، كان ولا يزال علما هندسيا إلى جانب كبار المعماريين محمد مكية وزها حديد. توفي الجادرجي تاركا إرثا لا يمحى وإنجازا شامخا في أرجاء العراق.